امبارح الفريق الاول لكره السله رجال بالنادي توج بلقب بطوله دوري المرتبط للمحترفين بعد ما تغلب على نظيره فريق الاتحاد السكندري. ده كان في اياب النهائي وبعد اداء قوي جدا لو حضراتكم تابعتوا المباراه ومميز من جانب الفريقين. حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي على تهنئه لاعبي السله وجهازهم الفني والاداري والطبي ده بعد الفوز بدوري المرتبط على حساب نادي الاتحاد السكندري امس. واشاد الكابتن محمود الخطيب كمان بالانضباط الفني والسلوكي للاعبي الاهلي وادائهم الرجولي طوال المباراه. ده جه في اتصال هاتفي من جانب رئيس النادي المتواجد دلوقتي في الامارات زي ما احنا كلنا عارفين، عشان كان بيتسلم جائزه الاهلي نادي القرن الافريقي والاكثر تتويجا في الشرق الاوسط، واكد للاعبين ان الفوز بدوري المرتبط ده مجرد بدايه في ظروف صعبه لطموحات كبيره بتنتظر الاهلي التي تستحق بذل اقصى جهد. شدد كمان على ضرورة استمرار مسيرة الانتصارات على كل المستويات، وهذا لا يتحقق إلا بالعطاء والإخلاص والالتزام بتعليمات الجهاز الفني داخل وخارج الملعب. خليني أقول لحضراتكم كمان أن قرر مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب صرف مكافأة استثنائية هنا لفريقي بقى السلة رجال وسيدات كمان بعد فوز كليهما بدوري المرتبط رجال وسيدات. ده طبعا تقديرا من مجلس الإدارة لفرق السلة الكبار والصغار اللي تحملت المسؤولية طبعا في ظروف كانت صعبة جدا وحققت بطولتي الدوري وكمان أسعدت الجماهير بشكل كبير جدا. منصف بود بودي لقاب بقى هات الناس كلها. يعني لو الواحد ممكن كده يسأل يعني ايه من اكتر الحاجات اللي كانت حلوة عليك في 2020، حقيقي احنا ممكن جدا بكل فخر ومن غير تفكير نقول النادي الاهلي. خليني هنا تحديدا بقى لو هنتكلم عن السلة، يعني عايز اقول لحضراتكم الفريق ده مر بصعوبات كبيرة جدا، ناس كتير مش كتير بعض اللعيبة يعني كان منهم عندهم كورونا، واول ما تعافوا قاموا كده زي ما بيقولوا من السرير للملعب، كانوا عايزين يكونوا متواجدين، كل دقيقة كان بيلعبها اي لاعب منهم كانت مهمة جدا وكان الفريق محتاجها، وفي الاخر زي ما حضراتكم شفتوا النتيجه. فزي ما احنا بنقول كده بطوله غاليه جدا ولكن كانت في ظروف صعبه، لكن ابطالنا كانوا قدها.